اهلا ومرحبا بكم، انا عبيد كوشاغا ودلم هذا اخبار من اي راديو. واليوم علق دمدم مدينة جوبا المكلف الضرائب اللي بيفرض المجلس على اصحاب تناكر المويه. وزع المفوض الإيقاظة والى التاحيل بشمال بحر قزال الارز الصيني المتبرع بيعه على اكثر من 50,000 عائد بمقاطعه ويل الشماليه. قال رئيس لجنة الثروة الحيوانية والسمكية في البرلمان بأنه الجهل بين رعى الماشية هو المسؤول عن تسويق غير الكافي للحيوانات. وعاند الولايات المتحدة فرض عقوبات على 3 مسؤولين كبار في مالي، يقال بأنهم بينسقوا انتشار الشراكة العسكرية الروسية الخاصة فاغنر في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. شكرا للمتابعة.